فلوس بالمليارات وعندها قصور وفلل وأراضي وشاليهات وحسابات في البنوك ملهاش عدد، لكن قصاد كل ده عندها ابتلاءات ما يتحملهاش جبل. وسوزان مبارك أمرتها تخلع الحجاب. تعالوا نعرف إيه مأساة وقصة هايجي راسخ. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. هايجي راسخ زوجة علاء مبارك وبنت الملياردير مجدي راسخ ملك الغاز والعقارات. هايجي من الناس اللي ربنا اداهم كل حاجة، بس في نفس الوقت شافت ابتلاءات صعبة جدا ما يتحملهاش بشر. أبوها واحد من أغنى أغنياء البلد، واتجوزت من علاء مبارك بعد ما تعرفوا على بعض بترتيب من سوزان مبارك، ولما اتجوزوا اتأخروا في الخلفة رغم أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وسوزان كان نفسهم في حفيد، وبعد 6 سنين خلفوا محمد وجده كان روحه فيه. لكن لما كبر محمد شوية مات بفيروس نادر في لحظة، ومبارك ظهره اتكسر بعدها، وهايدي ماتت بالحياة. ووقتها لجأت لداعية شهير وبقت تحضر دروسه كلها هي وعلاء، وبدأت تلبس الحجاب في القصر. لكن وقتها التقارير الأمنية قالت إن الكلام ده خطر، وفي اللحظة دي اتدخلت سوزان مبارك وقالت إن الداعية ده لازم يمشي، والراجل بالفعل ساب مصر ومشي. سوزان مبارك أجبرت هايدي تخلع الحجاب، بس هايدي حالتها كانت بالسوء يوم بعد يوم، وما كانش فيه حاجة مخليها عايشة غير قبر محمد اللي كانت بتروح تقعد قدامه وتبكي. وفضلت أكتر من 6 شهور على الحالة دي لحد ما سافرت السعودية هي وعلاء سنة 2010 وشاركت في غسيل الكعبة المشرفة. وهايدي كانت أول ست تدخل الكعبة وتشارك في الغسل، وبعدها حالتها هديت شوية وبقت قادرة تعيش وتراعي ابنها التاني عمر. لكن الابتلاءات بتطارد هايدي وجالها مرض شديد، وفي السنة التانية حصلت أحداث 25 يناير وجوزها وحماها دخلوا السجن، ووالدها مجدي راسخ هرب برا مصر، والإنتربول وقتها كان بيدور عليه. وهايدي الدنيا سودت في عينيها وما بقاش فيه حد حواليها، لا أب ولا زوج ولا أي حد معاها. وبالرغم من كل المصايب رفضت تسيب مصر ولو لشوية صغيرة، والسر في قبر محمد لأنها ما قدرتش تبعد عن قبر محمد ولو دقايق. أما ثروة هايدي راسخ فتوصل ل5 مليار جنيه، وعندها 8 قصور وكام فيلا في شرم الشيخ ومارينا والتجمع الخامس. ده مش كده وبس، لا دي كمان بتمتلك أراضي في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، ده غير 120,000 متر مربع في محمية محظور بيع أراضيها أو تأجيرها أساسا. وفي سنة 2011 اتنزلت هايدي عن شقة في الفور سيزون تمنها وقتها كان 22 مليون جنيه، وفي حساب واحد بس من حسابات هايدي البنكية فيه 280 مليون جنيه. وهايدي واختها هم الورثة الوحيدين لأبوهم الملياردير مجدي راسخ. تفتكروا بعد كل الثروة دي الثروة تقدر تعوضها عن الكل اللي فقدته في حياتها؟